كيف حالكم أصدقائي متابعين قناتي عالم العملات الرقمية؟ أهلا وسهلا فيكم وبتشرف بوجودكم. رابط قناتي المجانية بأسفل الفيديو. البيتكوين صار له أكثر من أسبوع كسر السوق كسر. صديقي هلا نحن في قاع، ما تبيع هلا عملتك حتى تشوف حالك بقاع جديد. كل يلي هلا مطلوب منك، وهلا كل العملات حاليا مرتبطة بالبيتكوين يلي هلا حاليا بقاع بالواحد وثلاثين، وانا هلا حاليا بتوقع بشوف مناطق الخمسة وعشرين الف او 28 الف، وانا هذا الشي ما بستبعده بعد الخبر اللي بدي اخبركم اياه. الخبر يلي هو راح يتم بيع 16 الف بيتكوين في 18/7. بتوقع في هذا التوقيت يوصل البيتكوين يوصل الى 25 الف دولار، والسلطات الامريكية فرضت قوانين وتشريعات على العملات الرقمية، وكما يفرضوا قوانين على هذه العملات راح تفقد شعبيتها وبالتالي راح ينزل سعرها. طبعا فرضوا عليها هاي القوانين بسبب عمليات النصب والاحتيال اللي عمال بتصير في عالم كتير، نصب عليها من قبل اشخاص وحتى من منصات كمان. وطبعا هاي العملات غير صديقة للبيئة. في شركة عندها عدة عملات وهي من اكبر الشركات اللي بتمتلك البيتكوين، وهذول الاشخاص المالكين بشكل ونسبة 80% مالكين الاسهم البيتكوين. وبعدين راح اسكر عملية الاستثمار لمدة 6 شهور. وكمان في اخبار طلعت على التيك توك انه راح يصير حجب للناس يلي عمال بتحكي على العملات الرقمية، انه روحوا اشتروا هيك، وفي ناس كتير خسرت سبب مصريها. كل الاخبار السيئة لا تنزل بخير. وهيك بكون وصلنا لاخر نهاية الفيديو اعزائي. رابط قناتي المجانية بأسفل الفيديو. لكن رغم كل الأخبار السيئة لكن عاصفة وراح تعدي، وهلا بتمنى التوفيق للجميع والربح للجميع. ادعموا الفيديو بلايك وفعل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله.